قد الشوق اللي في الدنيا مشتاقين لكل حب حبة رمل فيك يا وطني الغالي ليبيا، ومشتاقين للمتنا الحلوة وصحبتنا الحلوة، مشتاقين للقلب الصافي ومشتاقين نسامح وننسوا اللي فات يا شعبنا الطيب. صباحكم مليء بالأمان المتفائلة بحلم المواطن البسيط اللي ما يحلمش أكثر من وطن آمن مستقر، مش متمنين أكثر من لمة حلوة تجمعنا في حضن واحد هي ليبيا، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، وحنقعدوا أخوة وأنساب وأقارب مهما نهتف ونقولوا ليبيا ليبيا وحدة. صباحكم جديد على شاشة 218، الأغنية أكيد هذه للعملاق الأغنية الليبية الفنان محمد حسن من كلمات الشاعر أميمة محمد أميمة عذرا، وألحان وغناء الفنان والعملاق محمد حسن، وتوزيع الموسيقى وليد جدية. صباح الخير يا عبير. صباح الخير ربيع، شنو هالكلمات الحلوه اللي بدينا بها صباحنا معك. ربي يحفظك ان شاء الله. اكيد كل متابعي قناه 218 صباح الخير وصباح الحب وصباح التسامح بين كل الليبيين، وديما نكونوا متفائلين ونضروا نظره ايجابيه باذن الله للمستقبل في بلادنا. نبدا اسبوعنا بكل فرح ومحبه وحلقه جديده من برنامجكم الصباح. صباحنا اليوم متنوع كالعاده يا عبير، مع مثلنا الليبي الشعبي، وكل من يحب الرياضة أكيد حيكون مع الكابتن محمد السباق، لكل من يعاني من خشونة الركبة مع الدكتور بسام أبو جدايل لجراحة العظام والمفاصل. الوضع الحالي في ليبيا أطفالنا يمروا بأمور نفسية صعبة، اليوم مع الأستاذة نعيمة سكيلي حتحكينا عن هذا الموضوع. أكيد اللي يهم كل أسرة ليبية. نعم. وكل من مهتم أكيد بالأزياء والمصممة الأزياء روان البسومي. وطبعا اليوم مع الشين يقول يا عبير مثلنا. مثلنا يقول اللي فات مات يا ربيع، إن شاء الله ننسوا اللي فات كله يا رب ونبدأ صفحة جديدة. إن شاء الله يا عبير. بشن رأيك يا عبير قبل ما نعلقوا على مثلنا نشوفوا الناس يعني شن قالوا شن فهموا في هذا المثل ونرجع. اللي فات مات نعرف عليه انه من امثل من الامثال القديمه الليبيه، بس اللي فات مات نقطتين نفوتوا الاحقاد اللي بيننا وما نفوتوش وما ننسوش عاداتنا وتقاليدنا، لان هن اللي مثلنا وورنا الحياه. اللي فات مات ننسوا احقادنا ونبدأ صفحه جديده. نحن نحتاج ان نطبقوا المثل هذا توا بالضبط. اللي فات مات لان توا كل واحد عنده غل على اللي بعده واللي قبله والعهد اللي بعدين واللي جاي، فلذلك المفروض توا اللي فات مات وحتى اللي جاي المفروض يكون مات، لان اللي جاي واللي فات كله سيء توا، لكن المفروض نقتلوه نفتكوا منه نبدو من جديد في كل حاجه. هو الحرب لازم ما توقف باللي فات مات، هيكي مش حتوقف حتستمر لو انا ما طبقناش اللي فات مات. والله اللي فات مات هو ننسوا كل اللي فات، هذا معنى اللي فات مات، يعني ننسوا اللي صار، ننسوا الدمار، ننسوا اللي عشناه كله، نبدو حياه جديده، نبدو يعني شوفوا الامل وين الحياه، مالنا ومال الدمار، شوفوا الاطفال شن صاير لهم، شوف الناس يعني هذه عطيه الفتره هذه تعال بحث هذوما بعد ما يكبروا شنو بيكون جواتهم، الشباب الصغار املنا فيهم اللي كان كل حاجه نتمنوهم من يعطوا كل حاجه تفرج توا شن طموحهم، بس نتمنوا من هذا كله ان شاء الله نقولوا اللي فات مات ونبدو صفحه جديده، وباذن الله نبنوا ليبيا من جديد مع بعضنا. طبعا شفنا تعليق الناس في مدينه بنغازي على مثلنا اليوم اللي فات مات، ونشكر طبعا مراسلين رواد ومنال على هذا الاستطلاع الرائع. زي ما شفنا ربيع اللي فات مات ننسوا الاحقاد وننسوا الحاجات السيئه اللي كانت، يعني هي صارت الحاجات السيئه. نعم. ما نبوش احنا نكرروها وما نبوش ان هي تقعد معانا، فننسوها افضل يعني لينا ولبلادنا يعني. نعم. أكيد. حتى لاحظنا يا عبير ان في الاستطلاع الناس كلها تردد ننسوا الأحقاد ونسامحوا بعضنا ونردوا كيف قبل، يعني المثل هذا نحن جبناه في الوقت المناسب يعني نتمر بيها مرتبط الآن بوضعنا في ليبيا، فلا نحتاج نحن اللي فات ما ننسوا أحقادنا، ننسوا الصفحات السيئة والصفحات اللي مرت علينا بالألوان الغامقة، نكونوا نحن متفائلين ويكون عندنا أمل بإذن الله لبناء ليبيا
بشبابها وبأطفالها وبنسائها. زي ما قلت بأطفالها أهم شيء، هم اللي حيبنوا البلاد، هم عماد المستقبل. ربهم على حب الوطن، ربهم على عدم الحقد، عدم الفتنة اللي موجودة الآن، باش يقدروا حتى هم يعطوا لبلادهم تكون نفسيتهم أفضل يعني. نعم، واخترنا طبعا اليوم موضوع نفسية الأطفال يا عبير، ربطناه أيضا بمثلنا، وإن شاء الله حيكونوا أمثالنا بإذن الله في الحلقات برنامج الصبح، دائما تلمس الإنسانية في المواطن الليبي وتلمس الواقع اللي تمر بها ليبيا. عبير، عندنا أخبار أول خبر. نعم، أعلنت اليوم نتائج تقييم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وقد تحصلت فرقة المسرح الوطني مصراتة المشاركة بمسرحية زقالة على جائزة أفضل إضاءة مسرحية في المهرجان، شهادة تقديرية في التمثيل للفنان أنور التير. رشح نص مسرحية زقالة ضمن أفضل ثلاث نصوص في التأليف المسرحي، ويذكر أن المهرجان شاركت به دول ليبيا، الكويت، السعودية، عمان وروسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى تونس والجزائر وصربيا والعراق والمصر وسوريا وفرنسا وألمانيا والإمارات. مهرجان مهم ويشرفنا احنا نكونوا فيه أكيد، ومبروك للمسرحية. طبعا مبروك لكل ليبيا، يعني هذه لفتة حلوة لمسرحنا الليبي، يكون في جوال عربية وجوال أوروبية بشركة في هذا المسرح في شرم الشيخ. وأمس طبعا أنور التير تلقى هذه الجائزة وهذه التقدير. يا ألف مبروك. وتمنينا أن يكون معنا في اتصال، لكن مع حصلناش، إن شاء الله حيكون معنا في حلقات قادمة. وكان في مداخلة هاتفية يعني في برنامج العشية ووضح علي رسالة مسرحية زقالة وشن تهدف هذه المسرحية، وقال أبسط شيء إن إحنا بعد كملنا صيانة المسرح يا عبير كانت فيه زقالة موجودة على المسرح. حلو. وكلم المخرج واتفقوا إن تكون اسم المسرحية اسمها زقالة. حلو. والأهم من هذا إن زي ما لاحظنا بأن المهرجان مشاركين في دول عربية وأوروبية، يعني هذا شيء حلو. صحيح، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وكل مسرحنا الليبي وكل فنانين الليبي وكل ممثلين الليبيين. عبير، عندنا طبعا هو مش خبر بس حبينا نسلط الضوء على هذه اللفتة الحلوة من بنت ليبيا، هي الشابة من مدينة بنغازي، تحب من صغرها صنع الحلويات طبعا، وهي اسمها نجلاء، كما تحب صناعة الكيكات المختلفة بألوانها وأشكالها. خلينا نستقبله عبر الهاتف بالشابة نجلاء المصراتي من مدينة بنغازي. نقول لك صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير عبير، صباح النور. مع نسمات الصباح الباردة ومع الأمل بيوم جميل يسوده الصفاء والمحبة والأمن والأمان على وطني الحبيب ليبيا. صباح الخير عبير، صباح الخير عبير. صباح. انا بعد قلت لك المقدمه هذه كلها، قلت لي صباح الخير يا عبير قبل. والله الحمد لله. انت كيف حالك انت؟ نحن عندنا مثل في ليبيا يا نجلاء يقول لك عين تشوف وايد ما تطق. نحن شفنا بس ما طقنا شيء. ان شاء الله تطق يا ربي. انت اصلا دايرة وحدة اهداء لك انت يا ربيع والعبير وقناة ميديا. الله يخليك. بارك يا الله رب. الله يخليك. احكي لنا على بدايتك في هذا المشروع يا نجلاء. شنو نقول لك، هي بدايتي شنو نقول لك، هي محبتي في الحاجات هذه من انا صغيرة يعني. نحاول اي حاجة جديدة نحاول نجربها، نطور من نفسي. حلو. ان تكون احسن كل مرة يعني. بين نجلاء انا هيك فهمت منك انت من انت صغيره كي ديما تضحكي في امك في الكوجينه وتبي تصنعي الحلويات وتبي يعني، هل انت صناعه الحلويات من انت صغيره بديتي تصنعي في الحلويات وامك عبات عليك في الكوجينه والله بعد كبرتي؟ انا ما صغيره، حتى مش باتي يا ربيع، حتى باتي هو اللي يشجع اكثر. هو اللي كان يشجع فيه. نعم، يشجع ديري لفظي ونحن ناكله. شن حابة تطمحي لي أكثر بعد هذا المشروع يا نجلة؟ شن حابة تديري أكثر يعني؟ نحب ندير الحاجة النفسي مثلا لعائلتي لأسرتي، مش على حاجة طموح النفسي يعني. نعم، نحن كيف ما لاحظنا ديرتي لنا انت تقولوا تورته، احنا نقولوا تورته. تحطوا حاطة عليها اسم ربيع وعبير و218. اهم شيء نشكروكي، شكرا لك. شكرا يا نجلة، شكرا لهذه اللفتة الحلوة. بس انا بنسألك سؤال يا نجلة. نعم. التورتة هذه اللي عليها اسمي نوع عبير، من اللي كلها بالله عليك؟
الله العيلة. العيلة صح تاني أنا جدا. بس شنو حابة، هل أنت يعني متكفية بالمعنويات اللي يعطوفين لك باتك وأمك، أو أنت تطلبي مثلا بإنشاء مثلا مراكز لتعليم الحلويات؟ هي الفكرة دي، أنا بحكم شغلي أنا مدرسة، فالوقت مش عارفة يسعف ولا لا، لكن نحب أني نشارك مع متدربات زي المجموعة اللي شاركت معها ونعبر قناتها من نعطيهم تحية والأبلة آية وجميع العاملين معها. تمام. بصراحة ذوق وأسلوب، حتى في تفاؤل أن بكرة يكون أحسن في ليبيا. إن شاء الله يعني. حلوة في ليبيا مش برا يعني، فهمتني؟ تمام. إن شاء الله. شكرا. يعني في ليبيات ما شاء الله يا عبير، مش في مجال الفرصات، في جميع المجالات يعني ترفع راسك بيها. تمام. يا نجلاء، هل في مشاركات معك يعني في هذا المركز لتعليم الحلويات؟ في مشاركات، في منهن كانت برا ووصلن بنغازي، اللي كانت في تركيا اشتركت في الدورة وكملت معنا، يعني حتى في وحدات كانت برا وجن واشتركت في الدورة معنا. وجميع الأعمار يعني مش بعمر معين، اللي حابة تشترك، اللي حابة تتعلم، حابة تطور من نفسها تشترك الكورسات اللي عندنا. يعني هو فقط يعني تدريب، تدريب البنات صنع الحلويات والكيكات كيف ما نشوفه فينا. الله يسامحك انت، طبعا انا القناة طلبة مني اني نقص شوية في الوزن، انت خربتي لي القصة. ان شاء الله خير. ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا نجلاء، كل الشكر لك، نتمنى لك اكيد كل التوفيق لك ولكل من معاك في هذا المشروع. شكرا لك. شكرا لك يا نجلاء المصراتي على هذه طبعا لجين الماسية اللي دارت هذه الكيكات الحلوة. وحلوة يا عبير أن يكون في مدينة بنغازي، رغم اللي ما تمر بينا في معاهد لصناعة الحلويات وتعليم البنات. رغم هذا كله ما زال في إرادة الناس حابة تتعلم تتطور، تشغل وقت فراغها بأي حاجة تفيدها يعني. مهما كان شن هو، بس المهم واحد يشغل وقت فراغه. كيف ما نحن لاحظنا في عديد من مدن ليبيا، حتى من العاصمة طرابلس، فيه مراكز خاصة بتعليم الطبخ، يعني الطبخ الليبي والخياطة، ويعني أمور كثيرة يتعلموا فيها. نعم. وحتى من ناحية الشباب، يعني حتى في مراكز لتعليم الحلاقة، يعني هذه كويسة، يعني اللي عنده موهبة وعنده مهنة، يعني مهنة اليد هذه يعني تكون معاك طول الأمر. صح. يعني صح. نعم. على العموم يا ربيع، خلونا نشوف أحوال الطقس المتوقعة في هذين اليومين. كيف ما شفنا احوال الطقس في هذه اليومين المتوقع، ان شاء الله يكون الطقس يعني جميل. نحن شفنا انه بيكون فيه احتدال لدرجات الحراره، ويكون في متوقع انه بيكون في امطار الفتره الجايه في ليبيا. نعم. ان شاء الله تكون حتى الاجواء المعيشيه حتى هي ان شاء الله تكون مريحه، وننسوا كل اللي فات ونبدا صفحه جديده في حياتنا كلها، ان شاء الله ونعطوا لليبيا اكثر واكثر ان شاء الله. عبير طبعا خلينا نحلوا اوكي الفقره الاولى ونختموها بختمه مع الفيديو الكوميدي للفنان الكوميدي اكيد الراقي صالح الابيض، ونرجع في الصباح. نايمة في الأوضة، تعالي ساعديني.
شوي واحضري البصلات. لا شو بصلات ما بصلات مرت عمي؟ ابن عمي منبه علي ما بقرب على البصل بنوب بنوب. شو وانت على راس كريشي ولا على راس كريشي؟ انا قلت لك راح تقصي البصلات يعني راح تقصي البصلات ورزقك ورعبتك كمان. ما تعصبي مرت عمي شو عليه؟ بقشر البصلات. قشر البصلات؟ تقدريني انت والبصلات يا حق. بقشر مرت عمي. غزون فوتي فوتي ما في حدا، تعي نكسر السفرة سوا تعي. وليلي على قامتي ولك على الشوفة. غزون بتقشر بصل؟ ايه عم تقشر بصل. اقعدي وقشري معاها البصلات يعدمني اياكم يا حق. يلا 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 قاويها ابن عمي شمس والباقي يجوب، وقاويها واللي يكرهك يا ابن عمي ما يجي له نوم. قاويها واللي ما تقشر البصل ما تقعد معاي بنوب. قاويها قول بيرضيك يا ابن عمي بقشر بصل؟ وقاويها فكني من الوجيج، وقاويها نبي نتريح، وقاويها اقعدن فيها. طبعا شفنا هذا العمل الكوميدي للفنان صالح الأبيض من مدينة بنغازي، في تنوع يعني بين ان انور التير مدينة مصراتة واكيد الفنان الليبي صالح الأبيض مدينة بنغازي. حلو التنوع هذا بنكون بين الفنانين من عديد من مدن ليبيا. مدن ليبيا كان نعم. فيديو بصراحة طريف جدا تقليد لباب الحارة طبعا في ايضا مشاركه معها الفنانات طبعا ليبيات القديرات، وشاركت في هذا العمل يعني كان في رمضان اللي قبل اللي فات وعرض عليه عديد من الشاشات الليبيه. ان شاء الله يا رب الاجواء تكون طيبه ان شاء الله في الاشهر الجايه في ليبيا، مش حتى الواحد نفسي نقدر يدير حاجه حلوه لرمضان يقدمها للناس. اكيد شهر رمضان من اجمل الاشهر طبعا. دائما الاعمال الرمضانيه في شهر رمضان بالنكهه الليبيه خاصه في وقت المغرب يعني بعد يكون فيه لمة الأسرة هيك بعد الفطور. في حلو أن مثلا عرض فيلم كوميدي العدسة الخفية الحش حمد، هذه من الأعمال يعني اللي احنا نتمنى السنة الجاية في شهر رمضان تكون طبعا بنكهة جديدة وبفلة جديدة. الفنان صالح الأبيض معروف يعني طبعا في كل ليبيا، ودائما يعطينا في كل ما هو جديد في الكوميديا في شهر رمضان. قدم طبعا العديد من المسرحيات على خشبة المسرح الشعبي في مدينة بنغازي، وايضا ما ننسوش الفنان ميلود العمروني والفنان صلاح الشيخي. طبعا ندعو له طبعا مناسبه يا عبير كل الشفاء ان شاء الله له، ويمر بوحكه صحيه ان شاء الله. نتمنى له الشفاء اكيد. 218 ندعو لك بالشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. حنكون بعد شويه مع موضوع جديد مع أبلة نوارة، لكن طبعا قبل ما نمشي لهذا الفاصل أبلة نوارة حابة تكلمنا على موضوع مهم جدا اليوم، وحتى هو زي ما نقوله في الوقت المناسب اللي هو عن الثقافات الليبية، وكيف نحن نتعرف على ثقافة غيرنا ونجتمع مع بعض نتوحد بثقافاتنا وبعروبتنا وبهويتنا. طبعا أبلة نوارة حلو أنها دائما تختار في المواضيع اللي نعم. اللي فوقت ان احنا لازم يعني نحكو فينا الثقافات الليبية، يعني ما يحتاجنش ممكن فقرة أبلة نوارة مثلا تكون بس، يعني ممكن حتى تواصل في عديد من الفقرات لأن الثقافة الليبية عريقة وطويلة الحديث عليها، يعني تحتاج حلقات وحلقات يا عبير. وطبعا ثقافات من تختلف من عديد من مدن ليبيا، كل شخص أكيد. كل مدينة ولها ثقافتها طبعا، بس من هي في العموم تتشابه مع بعض ولكن في تفاصيل تختلف أكيد. يعني التفاصيل والعادات والتقاليد والموروث الثقافي كل مدينة شن عندها من موروث وعادات تخصها. صحيح. طبعا وحنخلوا الموضوع هذا لأبلة نوارة. طبعا كيف ما كنا اليوم يا عبير نحن فقرتنا وحلقتنا يعني بتكون متنوعة يعني من فن ومن فقرات أسرية ثقافة. واجتماعية. ناخذ فاصل مشاهدين وراجعين مع الأستاذة نوارة والثقافات الليبية.
الثقافة الليبية القديمة لها بصمة خاصة بين كل الدول. اليوم مع الأستاذة نوار رح نعرف أكثر عن هذه الثقافات. وصباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أبو نوار. الزول أفلاون. الزول أفلاون. كلها وسان. أكيد طبعا مبروك على كل الليبيين. وكل عام والليبيين كلهم بخير. بما أن أمس وأول أمس واليوم اللي قبله كنا نحتفلوا بالسنة الأمازيغية. السنة الأمازيغية اللي هي سنة ليبية طبعا. صحيح. إحنا الليبيين كلنا نحتفلوا بها. أنا اليوم نبي نحكي يعني مش تاريخ ولا شيء، لا، بما أني يعني عايشت ست أجيال. الجيل الأول هو العشر سنوات الأولى ممكن مش كلهن نتذكرهن، بس طبعا نتذكر منهن أشياء كثيرة. ولذلك اليوم بنحكي على ثقافاتنا أو ثقافتنا الليبية، عاداتنا. نبي نحكي على المكون الليبي اللي تعدد إلى كم فئة، يعني مش ما نبيش نقول مكونات، لا، هو مكون واحد نحن الليبيين، لكن فيه من أمازيغ، في طبعا الطوارق حتى هم أمازيغ، والتبو، في عندنا الجريت، في عندنا والعرب طبعا. وهذين كلنا لو جيت بها تلقانا نفس العادات ونفس التقاليد ونفس الأشياء، ولو تبحث فيها تلقاها كلها عادات ليبية قديمة اللي هي الأمازيغية. نديروا فيهن ومناش واعيين إن نحن ليش نديروا فيه، وما فيش إلا في ليبيا تلقاها. في عادات واجدة ما فيش إلا عندنا نحن في ليبيا. لما نجون بهتوا حنلقوها عاداتنا الليبية نحن. يعني تو لما نجون نشوفوا الفراعنة المصريه، اسفه، المصريه ديما يعتزوا نحن الفراعنه ونحن الحضاره ونحن حضارتهم. صح، نحن عندنا حضاره اقدم منهم. انا نزعل لما نشوف الناس يقول نحن ليبيا ما عمرنا كنا دوله، نحن ليبيا شنو عندنا، ليبيا توه بس كيف صارت. لا، تخيل انت الموميا اللي اكتشفوها عندنا في ليبيا اقدم من الموميا المصريه ب 1900 سنه. يعني نحن عندنا حضاره، عندنا ماضي، عندنا تاريخ لازم نعتز به. السنوات الشينة اللي مرن علينا هذين الأربعين سنة اللي محن الروح الوطنية وروح إن عندنا تاريخ، هي اللي تمسط الأشياء. يعني حاجة غريبة، يعني فعلا ما عادش قعدنا نفكر شنو عندنا من تاريخ، لا. صح. تاريخنا القديم ولا تاريخنا حتى القريب اللي هو أيام الجهاد الإيطالي ضد الطليان وأيام الملكية. فيا ريتنا نعاودوا ونشوفوا بشويه بشويه حنلقوا الليبيين كلهم مع بعضهم، يعني ما عندناش فرق. حتى تو مثلا لما نشوف في عندنا الامازيغ فيه اللي يسموا فيهم الناطقين. نعم. باللغه والغير ناطقين، لكن اغلبيتنا مع بعضنا. لو جيت تشوف العادات نتاعنا حنحكوا عليها شويه اخرى، بس خلينا نشوف مثلا الامازيغ. الأمازيغ في عندنا أمازيغ الساحل، وفي عندنا أمازيغ الجبل، وفي عندنا أمازيغ الصحراء. نعم. أمازيغ الساحل اللي هم زوارك، الجبل اللي هم جبل نفوسة، نفوسة. اللي يقولوا له أدوار نفوسة، يعني جبل نفوسة، واللي هو متكون من كم مدينة يعني. وفي عندنا الطوارق في الجنوب، وعندنا التبو. فعندنا حضارات وأشياء جميلة عندهم وقاعدين متمسكين نحن بها. فمثلا عندنا الطوارق اللي هم موجودين في شمال النيجر وشمال مالي وجنوب ليبيا. جنوب ليبيا. التابو موجودين عندنا في جنوب ليبيا، تقدر تقول من جدابية يعني وتمشي، يعني مش حتى الجنوب واجد. نعم. في الكفرة، في ربيانة. وعلى فكرة أنا نحب أسم ربيانة يعني بشكل غريب، لأن فعلا يدلل على عمق الحضارة، عمق الصحراء اللي هي شيء جميل نحن تاهين عنا ندوروا في السياحة في أماكن ثانية. نحن عندنا مليئة ليبيا من أجمل المناظر ومن أجمل المكانات. إن شاء الله يجينا يوم ونقعدوا السياحة الداخلية، يعني بدل ما نطلعوا الناس هم اللي يجونا ونحن نتعرفوا على بلادنا. حتى سيوة يتكلموا بالأمازيغي، الجغبوب، يعني عندنا يعني مكان كبير بكل أو مساحات كبيرة. التابو يقولوا إن أصلهم من جرمة، من قبائل التمحو أو الجرمان. الطوارق يعني حتى هما
ليبيين اصلا في يقولوا جايين من اوروبا، لا لما جيت بهت اقدم انسان لقوه في افريقيا. فيجب ان نحن نبحث في الاشياء هذينا. المهم زي ما قلت لك انا اليوم مش جايه بنحكي على التاريخ، بس حبيت اني ننوه. مثلا التبو يحكوا في اللغه يسموا فيها اللغه النيليه، نعم. الصحراويه. الامازيغي يحكوا بالامازيغي. التبو ما يقولوش لارواحهم تبو، نحن تبو. اما تقريبا ان شاء الله ما نكونش غلطانه الدازا يعني يقولوا على روحهم. الطوارق نفس الشيء ما يقولوش انهم هم يعني هذا طارقي او طارقيه، هذين بس نحن تعرفنا عليهم. ونسبة الطوارق في اللي يقول مثلا من طارق بن زياد، وفي اللي يقول من لأنهم كانوا يطرقوا في الصحراء أو طوارق الصحراء، وفي اللي يقول الأسم جاي من تارقة اللي هي ينبوع الماء أو فزان. وفي حتى وادي الأجال أصلا كان اسمه وادي تارقة. فياريتنا أشياء جميلة وحلوة يعني لما تيجي تبحث فيهم. في عندهم ملوك كانوا مثلا كسيلة، الملك كسيلة. على فكرة بخطر على الملك كسيلة اللي بينكلم لما مثلا بتوعدك يقول لك ها صح ولا لا، هذه جاية من الملك كسيلة. شوف الأمازيغي القديم الحركة هذه كان لما مثلا في روايتين، في رواية تقول إن لما عقبة بن نافع حب هنا ويقول له أذبح يعني شاهكي، فكان يذبح فيها ويقول لك، فقالوا العقبة بن نافع هذا يتوعد فيك يعني. وفي يعني حكايه اخرى تقول لا هو كان لما كان ملك كان لما يبي يحكم على واحد بالقاتل هيك يقول لهم هيك يفهموا الناس اللي حداه انه هو هذا خلاص اقضوا عليه. فشوف نحن نستعملوا فيها كلنا منين جاي يعني، هذه الموروث متاعنا. فيه الملكه اللي يسموا فيها الكاهنه وسموها العرب داهيه لانها كانت ملكه قويه وبسطت نفوذها على منطقه كبيرة اللي هي ديهية يسموا فيها. فهذين الأشياء بس حبيت نوع عليها. توا نبغى نحكوا على العادات اللي نحن ما زلنا متمسكين بهم، وهن أصلا عادات أمازيغية، عادات من الأمازيغ سواء الطوارق أو الأمازيغ اللي موجودين في الساحل وفي الجبل. مثلا عندنا العريس، نحن في ليبيا اغلب المناطق يكون معاه يسموا فيه السلطان، ويكون معاه الوزير متاعه. هذه عاده امازيغيه وموجوده عند التابو وموجوده عند الطوارق. شوف كيف نحن واخذينها. انا كلنا نحكي ان نحن واحد، اصلنا واحد، نحن مكون واحد. يعني يجب ان نحن نفهم بعضنا، نعيش مع بعضنا، نتقبلوا انهم هم يطالبوا بحقوقهم. صح. اللي هي حقوق مشروعه يعني ماهيش حقوق بيحافظوا عليه هويتهم، اللغه نتاعهم، على ثقافتهم، على ليبيتهم، ونحن اصلا حتى على عاداتهم وتقاليدهم يعني اللي خاصه بهم يعني. وهنا عادات وتقاليد كل الليبيين. صح. لما نجي للفرح مثلا احنا عندنا في المنطقه الشرقيه نقولوا العلاقه، في المنطقه الغربيه يقولوا القفه، في الجنوب ايضا العلاقه. العلاقه الامازيغ يقولوا لها تاكلوا. هي في نفس الشيء بس المسميات حتى تكتب. لما يجيبوها نفس التعامل نتاعها نديروا لها فيه. لما تجي العلاقه ثاني يوم نقمزوا العروس ونلبسوها بودري او خمري اللي هو الدمي نحن نقولوا له في بنغازي، وتقعد تجي مرا كبيره وتاخذ الاشياء من العلاقه في جو حلو من الفرح والمرح والاغاني والاهازيج، وتقعد مثلا ترمي في نفس العاده بالضبط تلقاها عند الامازيغ وعند الناطقين وعند غير الناطقين. في الاسماء يختلف في الشرق في الجنوب في الغرب في كل مناطق ليبيا. مثلا زمان العروس هذه انا بروحي شايفتها، كانت لما تخش تاخذ دحيه البيضه اللي هي وتضربها على السور نتاع غرفتها، يقولوا انها هي باش تخش بالبياض يعني تبارك بها. وبعدين قعدوا مثلا قعدت يعني ريحتها وتلبس، فقعدوا يحطوا فيها في كيس ويحطوها للعروس تعفس عليها قبل ما تخش لغرفتها او قبل ما تخش لحوشها. هذه عاده امازيغيه لعند توا مثلا، بس هم العريس تقريبا اللي يدير فيها ويعفس عليها كله باش يبوا يخشوا يقولوا ان نحن صفحة خشينا بصفحه بيضاء. حتى زمان كانوا لما يجي وحده جديده وعيل جديد يخش الحوش يعطوا فيه في دحيه ودحيتين بيوض يقولوا. لان الدحيه ما كانش زمان عندهم الدحي الحمر، كان كله ابيض. فهذينا يعني شوف العادات والاشياء اللي نحن ما زلنا متمسكين بها. مثلا لما نجوا نلعبوا في عوالتنا نديروا الطباخ
موجودة في كل ليبيا، هي أصلاً عادة ليبية ما تلقاهاش في أي مكان أخرى، هذا دليل على أنها هي عادة أصلاً ليبية، فبس تختلف ممكن الكلمات من مكان لمكان. أيوة. لما واحد يقول له وين جديات الاخر يقول له حتى الواحد بعد يذكرها بلا نوارة مرات هي نفس الشيء بس ما يقعدش فهمها ان مثلا الاختلاف الاسم هذه نفس مثلا العاده بتاع بس نفس الحركه بالضبط يعني، واشياء بدات تندثر لان قعدنا نلتهو عنها، معنا هي حاجه جميله يعني. السنه الامازيغيه عندهم 3 أيام ما يشتغلوش فيهن ويديروا في بقوليات ويديروا في عصيدة، هذين نحن نديروا فيهن في رأس السنة الهجرية نديروا في مثلا نديروا في العصيدة في الميلود، نديروا في البقوليات في العشورة، هذين أشياء فعلا أمازيغية نحن واخذينهن ونديروا فيهن وماشيين عليهن. حتى في الكسكس يا بلا نورا اللي جروا فيه قبل هذا يوم قبل بالضبط نعم. عليه اللي هو نحن نديروا في الكسكس على عظام القديد على عظام تعرف القديد في أغلب ليبيا يعني، ممكن ما نبيش نقول كل ليبيا يطلع لي واحد يقول مثلا احنا ما نديروش فيها بس لأن سيبناها ليه، لكن هي موجودة اللي هو يوم نسموا فيه الفتاشة نحن، ونفس الشيء ما خلوش عائلتنا يرقدوا من غير اكل، لا لازم تخش عليك سنه جديده وانت شبعان باش الخير يكثر، فهذه عاده موجوده عندنا كلنا. نفس الشيء اللي هو نحن تو مثلا كانت امي تقول لنا يوم العاشوراء ما تغسلوش وما تكنسوش باش ما يتزكاش الوساخ عندنا، هذه موجوده عاده امازيغيه انهم هم 3 أيام ما يشتغلوش، كانوا يجهزوا كل حاجتهم قبل العيد، في العيد يرتاحوا ويحتفلوا بس بالعيد. الوشم اللي هو كاين تو ما عادش يوشموا، لكن اغلب النساء الليبيات كانوا نديرها في وشم هنا اللي هو بالشكل هذا، هذا عباره عن حرف امازيغي هو، وبعدين يعبر وفي نقاط يا بلا نوارة مرات في نقطه من فوق هي دائره اصلا، هذا يعبر عن الالهه تانيت اللي هي كانت الهه عظيمه وكانوا يعبدوا فيها يعني زمان، وهذه اللي جايه منها حتى اثينا يعني مش بس في ليبيا، امتدت الى مصر والى اليونان، الاغريق تباركوا بها وقعدوا يعني يعبدوا فيها حتى هي، وسموا اثينا من ملكه تانيت، هذه ملكه ليبيه امازيغيه اسفه، ممكن تكون في ليبيا ممكن، لان زمان ما كانش في حدود ليبيا الجزائر المغرب المنطقه هذه كلها اللي كانوا فيها الامازيغ، وما كانش في حدود على الطوارق ولا على التابو، كانت مفتوحه المنطقه كلها مفتوحه لهم. قبل نورا بس انا عندي سؤال لك على طريقه الوشم، قبل زمان في القبائل يعرفوا ببعضهم بالعلامه الوشم هذه صح؟ طب كل قبيله عندها وشم مثلا في ليهانا حتى شكل الوشم، بس اللي يتفقوا عليها جميعا اللي هي الملكه تانيت هذه اللي هي موجوده على اغلب الليبيات يعني زمان، وكانوا يديروا فيها في احتفال يعني فيه الملك الاله امون الاله امون امازيغي اللي هو مشاحه جوبيتير ماخوذه منه الامون بتاع مصر، لدرجه انه كانوا يعني يعتقدوا انه هو فرعوني، لكن بعد دراسات وهيك تقريبا يعني تو ثبتوا على انه هو امازيغي. فاللي نبوا نوصلوا له ان نحن يعني مكون واحد، نحن ليبيين وعاداتنا وثقافتنا ويجب ان نحن نفتخروا ان نحن عندنا حضاره وعندنا ماضي وعندنا اشياء، وهذه لازم نحاولوا ان نحن نزرعوها من جديد يعني. مثلا انا يعني في شيء جميل في عند التابو، ما كانش يوجد فيه سجون الى الان، ما عندهمش لا سجون ولا عندهم مثلا مراكز شرطه وهذين ما يعرفوهنش، كان عندهم حكيم وموجود لعند توا، الحكيم هذا اللي هو اللي يقضي بيناتهم وهو اللي يحكم، فكان مثلا لو تصير مثلا مشكله بين وحدين الحكيم هذا ديما يجوا عند الرجال متاعين القبيله، ديما بيته مفتوح وديما بيته عامر، فلما واحد يكون مظلوم او حد دار له مشكله يجي يوقف ويقول في كلمه اللي هي تقريبا بوركوا او يقول ماديتار، فيوقف ويقولها، لما يقول الكلمه هذه بوركوا يعرفوا انه هو فيه ظلم، فكلهم يوقفوا ويجوا يسمعوا له شنو فيه، فيقول لهم انا فلان دار لي كذا وكذا، الحكيم هذا يقول جيبوه جيبوا اللي ادعوا عليه، هذا اللي ادعى عليه الشخص،
فهو اصلا لما يسمع انه هو قال جيبوه هو بروح يجي طوعا يعني ما يرجيش لين يجيبوه مثلا مكبل او كي. فلما يجي ياخذوا له حقه منه فشوف كيف ملتزمين وكيف هم يعني ودودين مع بعضهم وفي نفس الوقت يعني شديدين للحق. قبل نوارة اليوم طبعا موضوعك مهم وكيف ما أنا قلت قبل الفاصل يحتاج لعديد من الفقرات. كل ثقافة لها يعني معلومات واسعة. يعني نبوكي كلمة أخيرة توجيه المشاهدين. كلمة الأخيرة الليبيين القدماء الأمازيغ التاب والطوارق الليبيين كانوا يحترموا المرأة وكانت المرأة عندها شخصيتها وعندها كلمتها وكانت تقريبا هي اللي كانت يعني تحكم في الأسرة وكلمتها مسموعة. فإن نحن نقص المرأة هذا شيء دخيل علينا. يا ريتنا نعيش مع بعضنا فعلا باحترام ونشوف كيف كانت المرأة الليبية قائدة وعندها كلمة في عائلتها وفي هالها. حلو. ومش بالتسلط ولكن بالحكمة. وهذه حنحكوا عليها مرة ثانية كيف المرأة تكون شخصيتها قوية بس مش معناها ان هي عنيفة او متسلطة. شكرا لك استاذ النوارة وان شاء الله يا ريت ناخذ كلامك كله بعين الاعتبار. شكرا لك افدتينا واكيد افدتي كل المشاهدين. لكل من يعاني من ألم قوي في الركبة خليكم معنا بعد الفاصل. كثير من الناس يعانون من ألم في الركبة وصعوبة في المشي وخشونة أيضا يكون لديه خشونة قوية في الركبة ويأخذ علاج وإبر لتخفيف هذا الألم القوي والمزعج. نصفحوا مع بعض بالدكتور بسام أبو الجدايل جراحة العظام والمفاصل والكسور. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. دكتور خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نحكوا على موضوعنا المهم اليوم على خشونة الركبة. الحب كبير وقد الدنيا قد الدنيا ويملى العين قد الشوق اللي في الدنيا اللي في الدنيا مشتاق. خشونة المفاصل هي تسمية عامة تصف الحالة التي تبدو عليها المفاصل التي تتصف بالنعومة في الحالة الطبيعية، ولكن التسمية العلمية هي الفاصل العظمي أو أداء المفصل التناكسي أو أداء المفصل التآكلي. يتكون المفصل بشكل أساسي من نهايات عظمية وغضروف، والغضروف هو مادة مرنة تغطي النهايات العظمية وتسهل حركتها وتمنع احتكاكها مع بعضها. وفي حالة خشونة المفاصل فإنه يتآكل الغضروف مع الزمان مما يجعل سطوح النهايات العظمية مكشوفة وعرضة للاحتكاك وتنشأ بروزات عظمية، وهذا كله يسبب ألما وانتفاخ وعجز في الحركة. كما أنه يوجد في المفصل ما يسمى بالغشاء الزلالي الذي يفرز السائل الزلالي والذي يقوم بتليين حركة المفصل ويسهل انزلاقه ويحميه من الصدمات. يحتوي هذا السائل على نسبة عالية من حامض الهيالورونيك مما يعطيه قواما لزجا ومرنا ليقوم بدوره بكفاءة، ولكن في حالة الإصابة بخشونة المفاصل فإن الالتهاب يصيب أيضا الغشاء الزلالي فيزداد إفراز السائل الزلالي، عاد ما يصيب مرض الخشونة المفاصل مفاصل اليدين والقدمين والعمود الفقري. ولكن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة المفاصل التي تحمل أوزانا كبيرة. يعد هذا المرض أكثر أمراض المفاصل انتشارا في العالم وتبلغ نسبة انتشاره أكثر من 10 من 100، أي أن كل 10 أشخاص يوجد بينهم واحد على الأقل مصاب بخشونة المفاصل، وتزداد نسبة الانتشار هذا المرض مع التقدم بالعمر، حيث أن 30% من الأشخاص ذوي الأعمار ما بين 45 عاماً و65 عاماً يعانون من المرض، بينما تصل نسبته إلى 70% لدى الأشخاص الذين أعمارهم فوق 65 عاماً. شفنا التقرير
مع بعض وحنتعرفوا أكثر على خشونة الركبة أسبابها وأعراضها مع الدكتور بسام أبو جدايل. دكتور، في البداية خشونة الركبة زي ما نعرفه أن هي مرض ينتج عن تآكل الغضاريف على سطح المفصل، يعني سطح مفصل الجلد. الأسباب أو الأعراض اللي أكيد تسبب في هذه الخشونة وفي أي عمر تبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الأسباب التي تؤدي إلى تآكل السطح الغضروفي هي كثيرة. أهمها هي تقدم العمر أولا، ثانيا هي السمنة من الأسباب الأساسية لذلك، ثالثا الإصابات المتكررة، يعني أي شخص يتعرض لإصابة معينة على السطح الغضروفي هذه الإصابة سوف تتراكم مع مرور الوقت وتزداد، فحين تصل مرحلة معينة تسبب الألم عند المريض. فيما يتعلق بأعراض أو الأعراض التي يشكي منها المريض، عادة يشكي من الألم، الألم هو أهم عرض يشكي منه المريض الذي يعاني من خشونة الركبة. ثانيا تيبس في حركة المفصل، محدودية في حركة المفصل، فلا يستطيع فرد الركبة بشكل كامل أو سدها بشكل كامل، مما يؤدي إلى فقدان جزء أساسي في الوظيفة اليومية. النشاط اليومي للمريض يكون محدودا، يقل يعني نعم يقل لأنه لا يستطيع فرد الركبة بشكل كامل أو سنها بشكل كامل، فيعيق الحركة اليومية، يعيق صعود ونزول الدرج، يعيق الجلوس على الأرض، ويعيق حتى مثل موضوع الصلاة، مثلا النشاط اليومي اللي يؤديه مثلا إحنا في العالم العربي الإسلامي. بالإضافة لذلك يصاحب ذلك وجود ألم. نعم. في بعض الأشخاص المرضى اللي عندهم خشونة الركبة يلتجئون إلى يعني حقن الإبر الركبة أو العلاج المؤقت. نعم، حقيقة هي يعني مثل ما أنت حكيت هي عبارة عن علاج مؤقت. خشونة الركب يعني أحد التسميات لها الحديثة هي عبارة عن شيخوخة للمفصل. شيخوخة المفصل تعني التآكل وعدم العودة إلى الوضع الطبيعي. بالتالي أي علاج يستعمل هو عبارة عن علاج يعني مؤقت أو علاج تحفظي فقط يخفف الأعراض الخارجية، لكن الناحية المرضية الداخلية المفصل لا تتحسن، سواء كان ذلك عن طريق حبوب أو عن طريق إبر أو أي شيء آخر. نعم. دكتور، متى يبدأ استعمال العكاز، يعني في أي مرحلة؟ حقيقة هي العكاز أحد الوسائل العلاجية. إحنا لما يكون مريض عنده خشونة في المفصل حكينا يكون عنده ألم ويكون فيه محدودية في الحركة، فحتى نخفف الألم نلجأ إلى استعمال عصا في اليد المقابلة للمفصل المؤلم. حتى يخفف الوزن. معلش دكتور، طبيعة هذا الألم كيف، يعني كيف نعرف أنه هذا ألم خشونة الركبة أو المفصل؟ عادة المريض يشكي من ألم في منطقة حول المفصل، يكون الألم عام سواء من المنطقة الأمامية أو المنطقة الداخلية. مثل ما احنا شايفين في هذا المفصل، احنا عندنا مفصل الركبة، هذا النموذج له. مفصل الركبة يتكون من ثلاث مفاصل أساسية، هذا المفصل الأمامي هو مفصل الصابونة. نعم، ارتفع شوية دكتور، لفه. نعم، بهذا الشكل. هذا مفصل الصابونة ما بين الرضفة، عظمة الرضفة وعظمة الفخذ. ثم لما نفتح المفصل بهذا الشكل نجد أن في الداخل فيه مفصلين آخرين، هذا المفصل الخارجي وهذا المفصل الداخلي. هذه نهاية عظمة الفخذ من الجهة الخارجية مع عظمة الساق، وهذه النهاية الداخلية لعظمة الفخذ مع مفصل مع عظمة الساق. فبالتالي تكون مفصل الركبة من ثلاث مفاصل. الآن خشونة الركبة قد تحدث لمفصل من هذه المفاصل أو قد تحدث لها جميعا. نعم، يعتمد على عوامل مختلفة، أهمها هل هذه الخشونة خشونة أولية أم هي خشونة ثانوية. مثل ما حكينا الخشونة الثانوية هي الخشونة التي تنتج عن أمراض أخرى أو عن إصابات معينة. فحسب الإصابة، هي حصلت للمفصل الخارجي تحدث الخشونة في المفصل الخارجي أكثر. إذا حصلت في المفصل الداخلي تحصل هكذا، أو تحصل الخشونة في المفصل الصابونة فتكون لها أعراض أخرى طبعا. طيب الوجع اللي يكون هنا، الألم اللي يكون هنا شنو سببه؟ نعم طبعا، إيه أحد أعراض الخشونة لما يكون المفصل الداخلي هو المفصل الأكثر يعني تضررا من عملية الخشونة، فيكون الألم في المفصل الداخلي. نعم. متى يحتاج المريض لاستخدام العكاز يا دكتور بسام؟ احنا حكينا احنا العكاز هي عباره عن وسيله لتخفيف الالم. فاحنا العكاز هي يعني عباره عن جهاز يستخدمه المريض ليحمل وزن،
فأنت لما تمسك العكاز بإيدك أنت بتحط الوزن من خلال يدك على العكاز. نفرض أنك أنت ركبتك الجبنة هي التي تشكل من الألم، سواء كان ذلك بسبب الخشونة أو بسبب إصابة رياضية أو لأي سبب آخر. نعم. الآن إحنا نصف الوزن يكون على الجهة اليمنى ونصف الوزن على الجهة اليسرى. أثناء المشي أنت في مرحلة أنت رافع رجلك الشمال على الأرض، كل وزنك على رجلك اليمين. نعم. كويس. فحتى نخفف الوزن هذا، مثلا نفرض انه كان 60 او 70 كيلو، انت تمسك العكاز بيدك اليسار فتضغط جسمك كله على اليد اليسار حتى تخفف الضغط على الجهه اليمنى. نعم. فانت وزعت الوزن ما بين الركبه المصابه او الركبه المؤلمه والعصا. نعم. نعم. ممكن تستخدمه في اي وقت، احنا ممكن نستخدمه للشباب. نعم. بعد عمليات الاجراءات او عمليات المفاصل مثل الاصابات الرياضيه. وفي اللي ما يهتمش مثلا بالالم الركبه يقول لك لا هذا أمل ألم وعذرا وحيمشي. نعم. وحيقد يستخدم في العكاز يعني ويتعود على هذا العكاز. وفيه اللي مثلا يصاب يا عبير دكتور مثلا في عمر صغير، يعني نحن مثلا شفنا في التقرير من عمر 40 للـ65، في اللي أقل من 40. نعم صحيح. نعم. حقيقة المعلومة العلمية تقول أنه خشونة المفاصل تبدأ بعد عمر 18 سنة، بعد سن البلوغ. لماذا بعد سن البلوغ؟ لأن هذا الغضروف مثل ما حكينا هي عبارة عن نسيج. نعم. لا يمكن إعادة بنائه، يعني الجزء الذي يتلف منه لا يمكن تعويضه، لذلك بعد سن البلوغ لا يوجد تعويض للغضروف الذي يستهلك أو الذي يصاب أو الذي يهتري. بالتالي هي عملية الخشونة حقيقة تبدأ بعد عمر 18 سنة. طيب دكتور، تقوية هذا الغضروف كيف نقدر نقوه؟ هل في أطعمة معينة؟ هل في نقدر نشرب حاجة معينة لتقوية الغضروف؟ نعم، للأسف على الرغم من وجود أنواع كثيرة من الأدوية سواء على شكل حبوب او على شكل حقن او على شكل شراب، حتى على شكل كريمات او مراهم موضعيه، للاسف علميا لم يثبت وجود اي ماده من هذه المواد التي قد تساعد في اعاده بناء الغضروف. نعم. نعم. بالحلول يا دكتور بسان، يعني شو الحلول؟ مثلا مرأة جاتك في عمر الـ40 عمر الـ50. نعم. وتعاني في ألم كثير من الركبتين، يعني يقولوا. نعم. يعني في كثير من النساء الليبيات هي ما تقدرش حتى توقف أو ما تقدرش حتى تمشي مسافة طويلة، شو العلاج؟ السبب شنو هو السبب والعلاج؟ السبب احنا نقول اللي هي الخشونة أو احتكاك المفصل. نعم. الآن احنا نصنف الخشونة إلى مراحل أو إلى درجات، درجة بسيطة أو درجة متوسطة أو درجة شديدة. لأن الدرجة البسيطة قد تستجيب للمسكنات سواء كان على طريق شكل مراهم أو على شكل حبوب، ومثلا تخفيف الوزن، مثلا تغيير النشاط اليومي، تخفيف النشاط الذي يؤذي. مثلا صعود ونزول درجة يؤذي هذا المفصل كثيرا، نطلب من هذه السيدة تجنب صعود ونزول إلا عند الضرورة القصوى. الآن المرحلة المتوسطة نطلب منهم تخفيف نشاطات أخرى بزيادة، يعني مثلا المرضى الذي يشكو من ألم أثناء الصلاة لا يستطيعون جلوس التشهد أو السجود، نطلب منهم أنهم يصلوا على كرسي. نعم. كويس. الآن المرضى هاي المرحلة المتوسطة، قد نستخدم في حالات المرحلة المتوسطة إبر الكورتيزون وهو مضاد التهاب. نعم. مثل ما سمعنا في التقرير أنه هو يصاحب خشونة المفصل، هي ليست فقط فقدان السطح الغضروفي، إنما يصاحبها التهاب في الغشاء المخاطي. فهذا الالتهاب في الغشاء المخاطي هو الذي يسبب جزء كبير من الألم. لذلك في احنا مرحله متوسطه من الخشونه قد نستخدم مضادات الالتهاب الاقوى من الحبوب، وهي على شكل حقن داخل المفصل، هي عباره عن حقن كورتيزون وليست حقن اخرى. نعم. طيب دكتور، خلال بحثنا في الموضوع هناك علاج يسمى بالعلاجات التجريبية، هل فيك نعرف شنو هو هذا؟ العلاجات التجريبية. نعم. التي قد تساعد، يعني هذه العلاجات لا زالت طور التجربة. وهي يعني في حالة يعني في مراحل التجربة على أن هل قد تؤدي إلى على سبيل المثال إلى فقدان الألم. نعم. أو ضياع الألم، أو في حال تحسين السطح الغضروفي. نعم. على سبيل ذلك اللي هو موضوع الخلايا الجذعية، لا زال. نعم. هذا الموضوع يعني شائك جدا، لا زال هذا الموضوع قيد البحث على مستوى الطب العالمي. نعم. موضوع الخلايا الجذعية لا زال قيد البحث، يعني لغاية الآن لا يوجد علاج لخشونة المفاصل عن طريق الخلايا الجذعية. نعم. لا يوجد يعني. لا يوجد لغاية الآن، لا يوجد. نعم. ما يوجد هو هناك مواد أخرى يستخلص من الدم
البلازما المركزة بالصفائح الدموية ويقومون بحقنها داخل المفصل، لعل وعسى لأن هذه المادة المركزة أو البلازما المركزة تحتوي على العديد من المواد الكيماوية ومن ضمنها مواد تخفف الألم. يا دكتور بسام، في حالة تأزم ركبة المريض يعني بهذه خشونة المفاصل، كيف يتم إقناعه يعني للجوء إلى الركبة الاصطناعية؟ حقيقة يعني هي الموضوع هي موضوع يعني انت بيجيك المريض على العياده فانت بدك تشرح له ما هي فوائد الركبه الصناعيه. الان الفكره الاساسيه من تبديل المفصل الاصطناعي هي ذهاب او التخلص من الالم، اولا. ثانيا استعاده الوظيفه الاساسيه للمفصل قدر الامكان او اقرب ما يكون الى الطبيعي. كان فيما سبق من السنوات مثلا خلال 10 سنوات الماضية أو قبل، لأن كان المفصل الاصطناعي للركبة يعاني من محدودية في الحركة. يعني المفصل الاصطناعي اللي كان يوجد يصنع يركب للناس هو يثني من 100 من 0 إلى 100 درجة، هو جلسه في الوضع الحالي هكذا، لأن لا يسمح للمريض بالجلوس على الأرض، لا يسمح للمريض بالصلاة. الآن خلال 10 سنوات أو 15 سنة الماضية تم تطوير هذا المفصل بحيث أصبح الآن بإمكانك تركيب مفصل الركبة وتثني ثني كامل. نعم، وهذا المفصل موجود في مناطق كثيرة في العالم، يعني يستخدمه إحنا كعرب أو كمسلمين، بالإضافة لذلك حتى في شرق آسيا في كوريا في اليابان يستخدمون وضع جلوس الصلاة عندهم. وضع جلوس الصلاة عند الشرق آسيويين سواء كان صيني أو ياباني أو كوري يجلسون جلوس التشهد الذي نصليه نحن المسلمين. فهذا المفصل هم يعني هم أصحاب فكرة، وكان من أهل يعني بعض العلماء العرب حقيقة هو كان صاحب الفكرة الأساسية وله الفضل طبعا في انه يجب ان يتطور هذا المفصل في في التصميم الخاص به بحيث يسمح للمريض بالثني كامل. وفعلا نجحت الفكره، والان من 10 سنوات موجود هذا المفصل في في في, في القطاع الطبي. نركبه للمرضى يستطيعون الجلوس والصلاه. شكرا، كل الشكر دكتور بسام ابو جدايل اختصاص عظام ومفاصل. شكرا لك، شكرا لكل المعلومات يا بسام على هذه المعلومات. ان شاء الله يكون وصلنا معلومات كل مريض يعاني من هذه خشونة المفاصل، وان شاء الله حتكون معنا في حلقات قادمه من برنامج الصبح نحكوا في وقت اوسع ان شاء الله في هذا الموضوع. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. بعد الفاصل موضوعنا موضوع مهم جدا لكل اسره ليبيه وعربيه تمر باوضاع سيئه في بلدها، تاثير او تاثر الوضع الراهن في ليبيا على اطفالنا ومستقبلهم بعد الفاصل. سيورها تصفى بعد تعكيرها، يوم ليبيا تبي صحيح رجال، وسيورها تعمر بعد تدميرها، غري خطوها ليبيا لندان. سيورها تصفى بعد تعكيرها. الحرب هي أسوأ ذكرى ترسخ في عقول البشر وخاصة الأطفال، ونحن كمجتمع نحمل مسؤولية كاملة اتجاههم لنساعدهم ليتخطوا هذه المرحلة. يجب أن نتكاتف معا من أجل أطفالنا وأطفال ليبيا وجيل المستقبل. نتصارع على السلطة والحياة الزائلة لم تنحصر أثارها على البالغين وأرباب الأسرة فقط، ولكنها تمكنت هذه حتى استوطنت في مخيلات أطفالنا. الحرب والنزوح والدمار في بنغازي وتورغا وعديد من المدن الليبية دون الاستعداد النفسي لهذا، بدأت الحرب في بنغازي تأخذ مكانها بوضوح في تصرفات الأطفال بطريقة مباشرة وغير مباشرة. يا بالفعل ربي، حيث بدت جلية في ألعابهم وكذلك في رسوماتهم التي بات أغلبها عن الحرب والدمار وأماكن سكنهم السابقة التي نزحوا منها جراء المعارك وأشكال الأسلحة ومخلفات الحروب. أيضا صبحوا عبر الـ DTL الأستاذة نعيمة سكليح الإخصائية الاجتماعية. صباح الخير أستاذة. صباح الخير أستاذة نعيمة سكيلي. صباح الخير، صباح الخير أستاذ ربيع. صباح الخير أستاذة. أستاذة نعيمة حنرجعوا لك، لكن بعد نشوفوا هذا التقرير
بنرجع نواصلوا اكيد موضوعنا المهم اليوم ان شاء الله. ليش الخراب لبلاد أثار سلبية مدمرة في ذاكرة عقول البشر وخاصة الأطفال، مشاهد مأساوية في نفوس الصغار ترافقهم طيلة سنوات حياتهم. أطفال ليبيا عاشوا أوضاعا مأساوية كان ثمنها غالي جدا مقابل الحرية، ولا زالوا يعيشون نفس الأوضاع نتيجة حرب الكراسي والصراع على السلطة في بلد تاريخه يشهد بالكفاح والجهاد من أجل الوطن والحرية. نشوف الدنيا أحلى. أجواء لم تنحصر أثرها على البالغين وأرباب الأسر فقط، ولكنها تمكنت حتى من مخيلة الأطفال في عدد من المدن الليبية. ودون الاستعداد النفسي لهم بدأت صور الخراب والدمار تأخذ مكانتها بوضوح في تصرفات الأطفال بطريقة مباشرة وغير مباشرة، حيث بدأت جلية في ألعابهم وكذلك في رسوماتهم التي بات أغلبها عن الحرب والدمار وأماكن سكنهم السابقة التي نزحوا منها جراء المعارك وأشكال الأسلحة ومخلفات الحروب أيضا. تحب بنغازي؟ أحبها واجد والله شوي. أحب أغوز مش خال محمد خال. كم عمرك؟ 8 مثلاً. سنة كم؟ سنتين. صاحبك إبراهيم؟ آه. يلعب بمدينة؟ آه. تسكن يا ليتي. شنو المدينة اللي تسكن فيها؟ سوق اللحوم. سوق اللحوم. بنغازي. بنغازي. حبها واجد بنغازي. حبها واجد. رايفت عليها بنغازي. رايفت عليها. دب تشوفك يا ليبيا. ليبيا. حرة بين الأوطان. شفنا التقرير ورجعنا لك الأستاذة نعيمة سكليح، ونصبح عليك مرة جديدة. صباح الخير. عقول البشر وخاصة الأطفال. أستاذة نعيمة بالتقرير بالصدق يعني. نسمع فيك تفضلي. أستاذة نعيمة قلت لك والله بكيتوني بالتقرير بتاعكم. للأسف. والله الله غالب هذا الواقع اللي واحد ما يبيش يكذب على الواقع اللي تعيشه عديد من مدن ليبيا. أستاذة نعيمة، أستاذة نعيمة طبعا اخترنا موضوع تأثير الوضع الراهن في ليبيا على نفسية الأطفال، تفضلي. الحروب في كل زمان ومكان هي دمار للبشر، والحروب نعم تفضل. نعم نسمع فيك. نسمع فيك أستاذة نعيمة. قلت لك الحروب في كل زمان ومكان هي نعم. دمار للبنية والبشر. نعم. ولكن لربما نستطيع أن نتدارك موضوع البنية إذا ما توفرت الأموال. نعم. ولربما تنسينا الأيام من مات. نعم. ولكن ما هو أكبر نعم هو دمار التوازن النفسي الذي يحدث للإنسان. نعم. ولهذا وخاصة ما يحدث للأطفال هو كل أفراد المجتمع يحدث لهم التدمر، ولكن ما يحدث للأطفال هو أكبر بكثير من ما يحدث للكبار. نعم. أستاذة نعيمة. نعم. تسمعي فيا؟ نعم. أستاذة نعيمة. نسمع فيك. نعم. تأثير الحرب على الأطفال له تأثيرات جسدية ونفسية. ماذا يعني طفل يكبر في ظل هذه الحروب؟ يعيش ويكبر في ظل هذه الحروب. والله لو أخذنا مقياس بالنسبة للطفل الليبي نعم. نجد أن نستطيع أن نقسم الأطفال اللي عاشوا الحرب في ليبيا إلى ثلاث فئات. القسم الأول الأطفال الذين ولدوا في 2011، والقسم الآخر أو القسمين الآخرين هم الأطفال الذين
كانوا في مرحلة الطفولة ما بين 7 سنوات إلى 13 سنة. نعم. بالنسبة للأطفال الفئة الأولى، هؤلاء لم يعرفوا شيء عن السلم. نعم. هؤلاء ولدوا في بيئة مدمرة. نعم. ولدوا وهم يشاهدون الدمار والحرب، وخاصة هنا أعني أطفال تورغة، أطفال بنغازي، أطفال تورغة الذين أجروا ثم ألحقتهم الحرب في بنغازي. صح، صحيح. فهاتين المدينتين بالذات، يعني مدينة بنغازي ومدينة تورغة، نستطيع أن نعتبرهم نماذج حية لما يحدث لأطفالهم. صحيح. فمشكلة الأطفال يحدث لهم تأثير آني، أو هو ما يقع الطفل أثناء وقوع الحدث، وأيضا تأثير اللي هو ما يختزنه الطفل في الذاكرة. أستاذة نعيمة، أستاذة نعيمة تسمعي فيها؟ خليني نسترسل نكمل لك. تفضلي تفضلي تفضلي، وبعدين المساحة لك. تفضلي تفضلي. أي الطفل الذي حضر الحرب ولم يكن موجودا قبل 2011، هذا لا دراية له ولا يعرف ما هو السلم. هذا ما رآه رأى الحرب، الدمار، القتل، رأى عائلته مشردة من مكان إلى مكان، رأى والده يتحسر لأنه لم يستطيع توفير معيشته اليومية، رأى التفجيرات. كل هذه الأشياء التي رآها تنعكس عليه بالسلب، فهو يكون معرض لبعض الأعراض مثل التبول الإرادي، مثل الخوف، مثل الرهبة من أصوات من سماع الأصوات، يفقد الثقة في كل شيء، فتلقاه دائما نتيجة انه هو لا يستطيع ان يعبر، او لا يستطيع ان يفهم ما يحدث، وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يعبر عما يحدث، تجده يلجأ الى البكاء. نعم. استاذة نعيمة، ايضا هناك تأثيرات عما يختزنه الطفل إذا ما انتهت الحرب، ما يختزنه في الذاكرة، تجد إنه عنده فوبيا من الأصوات، من أصوات الإسعاف، من أصوات من رؤية الدم، من كل المظاهر اللي لها علاقة بالعنف. نعم. وهذا الطفل بعد حتى ما تنتهي الحرب، إذا ما أعطيت له ورقة وقلم وقيل له أرسم، سوف لن يرسم أزهار، سوف لن يرسم خضرة، سوف لن يرسم أشياء جميلة. كيف ما شفنا أحد الصور في التقرير، يعني كيف ما شفنا واحدة من الصور، يعني من أطفال، يعني رسم الحروب والتفجير، سوف يرسم، سوف يرسم ماذا؟ سوف يرسم الدمار، سوف يرسم بناء محطم، سوف يرسم حرائق. وإذا أخذت الطفل هذا أو طلبت منه أنك تشيل لعبة، سوف يقول لك اشتري لي مسدس، اشتري لي سكين. صحيح. لأنه أصبح عنده نزعة عدوانية، أو يعني طريقة اللعب واختيار اللعب تغيرت، يعني حتى اختياره للعبة. أكيد. نعم. أكيد. نعم. لأن حسب البيئة، هو لم يعيش في بيئة يعني بيئة أطفال يلعبون. صحيح. في حدائق داخل مراجيع. نعم. أستاذة نعيمة، بس استغلالا للوقت معلش عذرا، يعني كيف يمكن تجنب هذه المحنة
وإنقاذ أطفالنا من هذه الوضع، يعني الوضع في مدينة بنغازي كيف ما ذكرتي، وفي أيضا في سرت نحن نسيناها، يعني أطفالنا في سرت وفي درنا وفي عديد من المدن، يعني نحن بنحكوا في صفة عامة، حتى ما يزعلوش مني نباقي المدن. نعم. حتى ما يزعلوش مني نباقي المدن. نعم. نحن أطفال الجنوب أيضا يعانون. أكيد. صحيح. من التطاحن القبلي. نعم صحيح، هي الحروب، الحروب القبلية هي أيضا حروب. نعم نعم. تفضلي أستاذة نعيمة. تفضلي كملي أستاذة نعيمة، تفضلي. أنا أرى أن أهم حاجة أن توقف الحرب، لأن لا نستطيع أن نتدارك المحنة إلا بإيقاف الحرب. ويكذب عليك من يقول أستاذة نعيمة مؤسسات مجتمع. نعم. مدني. أستاذة نعيمة نحن مقدرين شعورك أنت كأم، وأكيد حاسة بكل أمهات أكيد. أطفالنا في ليبيا وما يمر بهم أطفالنا، لكن نحن دائما من حق يعني من واجبنا كإعلاميين وكقنوات ليبية نسلطوا الضوء على نفسية المواطن الليبي كأطفال كأسرة، يعني لازم نحن نحكوا، نحن مراعين شعورك يا ومقدريننا يا أستاذة نعيمة. بارك الله فيك. نعم أستاذة نعيمة، سؤالي لك، ما يزيد هذا الأمر السوء هو انسحاب كل المنظمات المعنية بالطفل جراء توالي الاشتباكات واستمرارها، ما تعليقك؟ أستاذتي نعم. لازم نعرف حاجة، الحرب شملت الجميع. نعم نعم، ليس هناك أي جهة تستطيع أن تعمل في الحرب. أكيد. ولهذا الكل مهدد. نعم. يعني بحقيقة الأمر أن تورغى هناك يعني مجهودات متواضعة لبعض الجمعيات تتردد عليها، ولكن في حقيقة الأمر هذه ليست حلول، لن تستطيع أن تحل المشكلة. نعم. برأيك ما هي الحلول؟ المشكلة هي إيقاف الحرب. نعم. هي أن يجتمع الليبيين كلهم ويتفقوا مع بعض ويوقفوا الحرب. صحيح صحيح، ليس هناك حل آخر، وإذا ما وقفت الحرب يبدأ هناك حلول لمن أصابهم الضرر في خلال 5 سنوات. نعم نعم، هي يا أستاذي. نعم. يا أستاذي نقول لك حاجة. نعم تفضل. إن إحنا لازم ان احنا نقسموا الاطفال، قلت لك. نعم. الى الاطفال اللي قسمناهم، ان قلنا احنا طفل صغير هذا ما عندهاش خلفيه على الحياه السلم، هذا ماذا تتوقع ان يكبر؟ كيف سيكبر؟ سيكبر ذو نفسيه مشوهه. نعم. وهذا بالنسبه للطفل الصغير، إذا ما استمر الحال ستسوء حالته أكثر. نعم. لربما نستطيع بإيقاف الحرب نستطيع أن نعالجه، ولكن هناك من وقع عليهم الضرر وكان ولسوء حظهم. نعم. أنهم حصدوا أضرار الحروب مبكرا. نعم. وهم الفئة التي ذكرتها اللي عمرها من 12 وما فوق. نعم. هؤلاء موجودين الآن في المراحل الإعدادية والثانوية ويشكلون حتى في المدن التي لا توجد بها حرب، ولكن وصل تأثير الحروب لهم، فما بالك المدن بنغازي وتورغا والجنوب، ماذا سيكون حال هؤلاء الأطفال؟ أنا من خلال مشاهدتي للأطفال اللي هم في طرابلس التي لا يوجد بها حرب نوعا ما. نعم. يعني الأطفال هؤلاء الأطفال نتيجة لانشغال الأسرة لأسباب الحرب أيضا. نعم. لمشاكل الحرب للبحث عن كسب الرزق والغلاء المعيشة فالأب والأم انشغلوا كثيرا عن الأبناء. نعم. وأيضا الأطفال الموجودين في المخيمات أولياء أمورهم
يلا انهم هم يوفروا لهم لقمة العيش، فهم غير ليسوا مش غير عابين، ولكن ليس لديهم الوقت. صح نعم. لكي يهتموا بالأمور النفسية لهذا الطفل، ولكي يرشدوه ويرجعوه لطريق السليم. نعم نعم. أستاذة نعيمة، حتى يعني الإحباط السياسي أو الجو العام السلبي الموجود في طرابلس وغيرها من المدن يعتبر أيضا تأثير سلبي على الأطفال، يعني مش بس الحروب. أكيد أكيد. وظهر وحقيقة صح. هذه ظهرت مظاهر كبيرة في المدارس. نحن نجد مدارس تمرد، وفي البيوت أيضا هناك انتشار للمخدرات، وفي الأعدادية في المرحلة الأعدادية لم تكن موجودة للأسف. والله للأسف في, في, في حالة السلم. نعم موجودة، ورأيت بأم عيني أطفال يدرسون في المرحلة في الفترة المسائية. في الصباح وجدوا في إحدى المدارس في حالة سكر أو في حالة تخدير حوالي من سنتين. نعم. والأمثلة كثيرة في أكثر من مكان، في أكثر من مدينة. نعم. يجب أن يقف الحرب، يجب أن تقف الحرب. نعم أستاذة نعيمة، لاستغلالا للوقت عشان الوقت يجري بسرعة معاكم مع هذه المعلومات، اللي نتمنى كل الأسر الليبية يسمعوا هذا الكلام، اللي فعلا والله بحاجة أن الأسرة الليبية يعني تطبق هذا الكلام. بنحكوا أخيرا مؤخرا أستاذة نعيمة على الجانب النفسي، من ناحية مثلا توعية الأسرة أن يشيلوا أطفالهم استشاري نفسي، يعني باش ان الطفل هذا وجيل المستقبل اللي عابية على ليبيا يكون شخص متكامل ونفسيته متكامل وشخصيته متكامله، ما تكونش شخصيته ناقصه، يعني ان الشخص من تاثيرات الحروب اللي عايش فيه داخل المدن الليبيه بتولد في هذا الشاب روح انتقاميه، روح ناقصه عنده. استاذي نعم تفضل. ان لم تقف الحرب سيكون كلامنا شفوي. نعم. لابد أن تقف الحرب. نعم. ليس لأجلي ولأجلك، ولكن لأجل أجيال من الأطفال اللي عابية عليهم ليبيا. نعم. اللي عابية عليهم ليبيا. نعم. أنا أفترض أن الحرب توقفت. نعم. نعم. ماذا بعد الحرب؟ ماذا بعد الحرب؟ هو هذا السؤال. أنا أرى أن أهم وزارة وأهم مرفق في الدولة هو وزارة الشؤون الاجتماعية. صحيح. وزارة التعليم ووزارة الصحة. نعم. يجب أن يدعم دعم مادي ومعنوي من جميع الأطراف. صحيح. يجب أن تنتشر في كل ليبيا الأماكن الترفيهية حتى نحاول أن ننسي الأطفال ما حدث خلال الخمس سنوات اللي فاتت. صحيح. يجب أن نستعين أو يجب لا أن نستعين بل يجب أن نستفيد من تجارب العالم الآخر. صحيح. سنة 62 كان طرابلس عروس البحر. في سنة 62 دمرت اليابان. نعم. اليوم كلنا يعرف من هي اليابان أو ما هي اليابان. صحيح. صحيح. وإلى ماذا وصلت؟ نحن عندما قامت الثورة قلنا نريد أن نصبح مثل دبي. أنا أقول لا أريد أن نصبح مثل دبي. نكون أفضل. أفضل. لأن دبي عبارة عن حضارة ورق. نعم. نحن نريد أن نكون مثل اليابان. نعم. اليابان ماذا فعلت اليابان؟ اليابان اهتمت بالطفل. صحيح. هذا العنصر الأساسي في المجتمع الطفل يعني. نعم. أستاذة نعيمة الاهتمام نعم. بالنشأ. نعم. أهم حاجة، لأن هذه البذرة اللي بتقوم عليها الدولة.
صحيح. يجب إصلاح الجيل الذي فسد، ولكن يجب الاهتمام أكثر بالجيل البدائي أو المبدئي. نعم. لكي نكون دولة. نعم. ولكي نصبح دولة صناعية وليس دولة ذات عمارات وناطحات سحاب. نعم. بأستاذة نعيمة، نحن عشان الوقت على وشك الانتهاء، شكرا لك أستاذة نعيمة، إن شاء الله حتكوني معنا الأسبوع القادم إن شاء الله في برنامج الصبح، وحنتوسع أكثر في هذا المواضيع اللي فعلا نحن محتاجين نتطرقوا عليها. يعني. نعم. شكرا استاذ ربيع، وشكرا يا استاذتي. وسامحينا يا استاذ نعيمه ان احنا نزلنا دمعاتك هذنا والله، لكن الله غالب هذا الواقع اللي تعيشه المدن الليبيه، ولازم نحن كيف ما قلنا نصمتوا ضوء على هذا الموضوع. شكرا لك استاذه نعيمه سكليح الاخصائيه الاجتماعيه. بعد الفاصل يا عبير، لكل سيده مهتمه بازيائها مع المصممه العربيه روان البسومي، خليكم معنا. تبي صحيح رجال وسيورها تعمر بعد تبليرها. امرأة تحب أن هي تهتم أكيد بملابسها، سواء اليومية أو ملابس السهرة العادية أو الشغل أو إلى غير ذلك، مع المصممة الأردنية روان البسومي. صباح الخير. صباح النور، نورتينا مرة ثانية. ثانك يو حبيبتي، أهلا بك. صباح الخير المصممة الأردنية والعربية روان البسومي. أكيد. وأنا محظوظ أني معكم في الفقرة دي. أنا أكثر، أكيد أنا أكثر. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. أول شيء لفتنا الألوان المتناسقة والمتفائلة. نعم. كعصا الأسود مع الأبيض مع لازم يكون في ألوان أصفر. نعم. هلا هو مش عم بكون بس أصفر، عم بكون في كتير ألوان. نعم. شايفين. هاي القماش الشتوية مخمل. الحلو فيها واللي هو ديفرنت شوي البرنت تاعتها، عم تكون زي السلاسل، فيها ألوان ورد كل الألوان، حبيت أكسره باللون الكيوي لأنه هو المفضل بالنسبة إلي. نعم. وبالجلد كمان حتى يبينه أكثر وينتر كولكشن، يعني شتوي أكثر. ليش بتحبي تحطي أكثر من لون في جاكيت يعني؟ أنا شو يعني بيضيف يعني؟ أنا كثير بحب الألوان وبحسهم بيعطوا البهجة والسرور يعني لأي حدا، بكون كثير هابي لما هو يكون لابس ألوان. نعم. يعني خلص زهقنا الأسود والألوان الغامقة سادة بالشتاء، بيج أسود بالضبط. يعني الواحد بده تغيير، بده إشي حلو هيك يعني زاد يكون هابي لما يشوفه. نعم. مصمم روان، أنا حسيت إن المرأة دائما الألوان الصباحية تكون فاتحة عكس الألوان اللي مسائية. نعم. صح صح، هو مش بس على الالوان الصباحيه والمسائيه، بيفرق كمان الفصول. لانه الشتاء بتعرف الوانه شوي غامقه حتى ولو كان الصبح شوي، والصيف الوانه فاتحه حتى لو كان بالليل، عرفت؟ يعني الفصول هي اللي بتحكم اكثر. بس مبلا الصبح الواحد بكون هيك رايق، بحب يشوف الالوان اللي بتروقه يعني اخف شوي، بالليل الواحد بيكون فورمال اكثر يمكن. نعم. شو بتنصحي لكل امراه عامله يعني، هي شو هي الالوان اللي بتلبسها على حسب نوعيه شغل كل امراه يعني، شو بتنصحيها؟ بنصحها طبعا انه تلبس، ما ضل انه تلبس الالوان الغامقه اللي بالاسود الكحلي الجراي هاي الالوان، لا بتقدر كمان تلبس الوان ثانيه تنوع وتكون جريئه اكثر. بالضبط تلبس يعني مش شايفه ان ادم شويه مظلوم في الموضوع هذا؟ لا بنعملكم إيش لآدم ولا يهمك. إن شاء الله very soon. اللي حواء بيحكي لنا عن مشاركتك مصممة روان، يعني نحن شفنا حتى عندك لقاء في صباح الخير يا عرب يعني. بالضبط. كنت لذيذة يعني. Thank you thank you thank you لك. كان experience حلوة. نعم. إنه يشوفك كل العرب. أكيد. هذا إشي كثير حلو، وكانت experience جدا جميلة يعني. كان لطيف كثير كثير. نعم. حلو. انت طبعا جبتي لنا مجموعه من الجاكيتات، طبعا حنقدروا نشوفوا منهم بعد قليل يعني بعض العروضات. طبعا جايبه معك موديل. يس. المجموعه اللي جايبتيها تفضلي كيف ما نحن نشوفه توا. طب اوكي. هذا الجاكيت
لونه بينك عم بيكون من ورا عم بيكون فلو عشان في بنات كثير ما بحب انه يفصل منطقه الهبس من عندهم كامل. قدام عم بيكون معاه بلت وع ايديه بايت حتى يكون شوي بيخدم السهرات والمناسبات. لونه كثير حلو اللي هو البيبي بينك الباربي بينك. هذا ينفع للطلعة العشية يعني بيزبط بالضبط وبيزبط على مناسبة حدا كثير بعيد برضه كثير حلوة. مخلطة في الأصفر وال الألوان هدول الألوان الأفريكان اللي هي القمايش الأفريكان شوي عم بتكون مقصبة بذهبي والألوان عم بيكونوا كيوي وبينك وبلو. نعم يعني ألوان فريش شوي. هي القطع اللي تختاري فين مصمم مروان، هل سعرها بيكون مناسب لجميع النساء ولا اسعار متفاوته؟ يعني عم بحاول انه طبعا تكون بتناسب جميع الناس، بس انا بشغلي كثير بركز على القمايش قد ايه تكون منيحه، قد ايه الكواليتي، قد ايه الفينشينج يكون كثير منيح، قمايشي طبعا مش من هون من برا وكثير في اشياء منها بتكون هاند ميد. فأردي الموضوع يعني شوي مكلف علي في أفورت وفي ديزاينز بلس إنه أنا بعمل من كل جاكيت قطعة لقطعتين لثلاث بس عرفت. نعم. فبيكون يعني فيها أفورت وفيها شغل وزي كتير. ما قلتي يتكلفك نوعا ما بالضبط. تحب توسعي شغلك خارج الأردن؟ طبعا أكيد إن شاء الله يعني بتمنى إنه أوصل لكل حدا. نعم. يعني برا وداخل الأردن إن شاء الله أكيد. نعم. في عرض تاني هذا السيكونس عم بيكون ابيض وجولد. اذا بتعمل هيك ديما بتحرك يعني بتقدر تخلي كل الجاكيت جولد او كله ابيض. انا حسيتها سهره كده. هي سهره اكثر هي طبعا. نعم. بس برضه بتقدر ربيع تلبسه على جينز. عرفت يعني هلا البنات بطلوا يحسوا انه يلبسوا بايات ويطلعوا انه شيء انه لا انه لا عادي صاروا يلبسوا الوان واشياء بتلمع ويطلعوا ويقعدوا جنس مسهل الامور يعني بمصمم مروان مثلا في الشيء اللي شفته تو هذه القطعه شنو مثلا اللي تحتها تكون مثلا ساده او لون حتى هو ابيض او اسود شنو الالوان اللي تحبي مثلا لا انا بفضل انها تكون ساده لانه الجاكيت نفسه فيه حركه يعني وكثير لمعته قويه ضاويه بفضل انه يكون ساده بتقدر طبعا أبطل. تكسره باي لون يعني بتقدر تحط اي توب اي لون تحته حتى تكسر لون وبتقدر تخليه اوف وايت على اساس البنطلون يكون لون ثاني او الحجاب وكثير حلو الحجاب لانه طوله بيغطي منطقه الهبس. نعم. حلو بس ينفع للمحجبات وغير محجبات غير محجبات يعني. بالضبط بيزبط كمان لغير المحجبين على دريس قصير مثلا بيزبط لكثير مناسبات. لان احنا شفنا الجاكيتات يعني عندك اكيد انت تصاميم ان شاء الله حنشوفون في الحلقات القادمه مثلا فساتين فساتين صراحه ما دخلتيش على الموضوع لا مش كثير بحب انا بحب الاشي الكاجوال الديلي اللي يخدم المراه دائما تحس الفستان خلص بنلبس على حفله وبنضب ما بيرجع ينلبس ابدا صح. بس الجاكيتات بتستعملها في اكثر من مناسبه بتقدر تلبسها دائما بتقدر تلبسها ديلي وبحفله وبكل اشي صح. نعم. بس ممكن انه يكون في ان شاء الله لقدام اشياء ثانيه زي عبايات ان شاء الله لانه برضه بتكون نفس الجاكيت مفتوحه وبرضه بتستخدم ديلي واشياء مرتبه ممكن نروح لادم شوي نعم طبعا هذه القطعه ما شاء الله نشيطه الموديل هذه حسيتها مزخرفه فيها نوع من الزخرفه هي فيها فن اللي صح. هو زي ما انت شايفه في وجه حدا هاي هذا وجه ولابس دريس وحطينا ريش من تحت حتى يكون إشي شوي بارز لبرا مع إنه الخيط نفسه شوي بارز عملت منه هذا الكولكشن كذا قطعة كلهم بيعنوا إشي معين كلهم فيهم فيس وجه نعم بس كل وجه طبعا شكل نعم طبعا مصممة الراقية روان البسومي خليكي معنا طبعا حنمشوا الفاصل ونرجع ونشوفوا الالوان الحلوه يعني. وطبعا ذكروا بايميل برنامجنا صباح @218.com تقدروا تتواصلوا معنا وتبعثونا كل مواضيعكم اللي حابين نطرحوها في برنامج الصبح فاصل ولا شيء
ورجعنا وما زلنا متواصلين مع الالوان الحلوه ومصممه الازياء روان البسومي. روان البسومي طبعا سؤالي كان قبل الفاصل عن يعني بيكون في توسع لشغلك خارج الاردن؟ ان شاء الله رح يكون. هلا انا اوريدي عندي بوتيكس في بوتيكس برا البلد بالكويت عمان قطر لبنان وكندا عم ياخذوا مني دائما كل شهر عم بكون عندهم نيو كولكشن جاكيتات اوريدي هناك وان شاء الله فيري سون عم نحاول نكون موجودين بالسعوديه ان شاء الله وبالبحرين ان شاء الله. تمام اكيد يعني معروضاتك او حتى يعني جاكيتاتك ليش انتوا الناس يعني او المراه تحبهم لانها مناسبه لكل امراه سواء كانت حسيت محجبه عبير عجبتها الجاكيت عجبتك سواء كانت محجبه او غير محجبه في مقاييس معينه انت حابه تتميزي بها في شغلك؟ هلا زي ما انت حكيتي هم بيلبقوا صح لكل الاعمار صح ولكل البنات ولكل الاحجام لكل الفصول وللمحجبين ولغير المحجبين صح بالضبط. وبحب انه بالموديلات يعني تكون متميزه يعني مش موجوده تكون شوي دفرنت على عن اي شيء. بحاول كثير العب بديزاين الجاكيت زي ما انتم شايفين بالكتاف شوي بالكمام بالخصر بلون القماشه باني ادخل الالوان كومبينيشنز على بعض وصلتنا الموديل بجاكيت صراحه حلوه. هذا الجاكيت انا كثير بحبه عاد طلعت فيه انا بيرسونال بصباح الخير يا عرب. عم بكون موديل الكيب اللي هو موديل 2015 كان بالشتاء وستيل موديل الكيب يعني ماشي. وشنو اسم البلاك هذا القماش؟ برا هذا تول تول طبعا محطوط تحته جيبوني عشان يقدر يعني يعطيها كثافه حجم. نعم عم بتكون القماش اللي برا شتويه زي ما احنا شايفين ابيض مع اسود مع جلتري شوي وكسرنا لون القبه باللون البينك اللي عموف غامق انا كثير برضه بحب هذا اللون. زي ما انت حكيت عن التل انه معطي فوليوم عشان يكون شوي القطعه غريبه ومميزه. وتو بيكون في تقيد حتى في الوان البنطلون على الجاكيت صح؟ يعني البنطلون اللون الجينزي مثلا البنطلون شنو يكون لونه هادي؟ هلا الجينز بيلبق على كل الجاكيتات بس بالضبط زي ما انت حكيت الالوان لازم تكون بتلبق شوي للجاكيت بتروح على روح الجاكيت. الفورمال طبعا كثير بيلبق اللي هم بلاطين القماش برضه يعني انا كثير مثلا بحب انه الجينز لو كان مثلا مزع او لونه فاتح بيعطي لبسه بتصير كثير كاجوال صح يعني بتصير هيك فانكي شوي بس انا حسيت هالجاكيت كلاسيك هو كلاسيك فيها كلاسيك نوعا ما هو فيه رقي والوانه عم تكون رايقه وكلاسيك صح. انا لاحظت حتى في الحلقه الماضيه انك انت مدخله الملابس التقليديه الاردنيه في بعض الجاكيتات هل ما قدمتيش مثلا اعمالك مسلسلات تاريخيه هنا في الاردن او والله يا ريت خلاص ان شاء الله تجيك عروض ولا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هلا طبعا احنا ما ننسى تراثنا والتراديشنال تاعنا فكلنا بنحب نلبس شيء هاند ميد ومطرز حاولت اني اطبق هاي الفكره اللي هي موجوده دائما بالعبي والتواب على الجاكيت. نعم نشوفوا عرض ثاني. نعم هذا برضو عم بكون كيب هذا لون بس لونه شوي عم بكون فاتح لا ومميز ونيون يس شيء مميز ملفت شوي الوانه نيون يعطي فخامه المراه يعني بالضبط بهيك بيعطيها فخامه بالضبط. هلا اللون البيس عم بكون فاتح واللون المعرق فيه عم بكون نيون البطانه عم بتكون نفس لون النيون عشان توضحها اكثر وحطينا الدنتيل حتى يبرز جناب. الايد المفتوحه مفتوحه ليش بتحبي يعني تصممي مثل هذه الانواع اللي هي الايد المفتوحه ليش؟ هلا هو موضه هاي السنه الكيب طلع موضه يس وفي نوع ثاني من الكيبس اللي هو بكون اللي بتيجي الايد مش كلها مفتوحه بس من عند فتحه الايد هاي برضه موديل يعني لهاي السنه. حلو بين مصممة روان بعد تجيكي مثلا زبونه حابه مثلا تفصيله معينه شنو الوقت القياسي مثلا بعد كم يوم تكون جاهزه الجاكيت؟ طبعا اكيد اي حدا عنده شيء بباله يعمله نعدل على جاكيت من عندي مثلا ما بتحب الكتاف بتحب تقسيمه معينه اكيد بعملها الطول المعين اللي هي بتحبه وبياخذ من 5 ايام لاسبوع بالكثير. نعم وبكون جاهز.
هذا موديل ثاني. هذا الجاكيت عم بتميز بطوله حلو. وزدنا لطوله طبقه طل نقط عم بتكون بشكل كشاكش وعم تكون على الايد موجوده كمان. لونه بلاك اند وايت شتوي كسرناه بالبروش الريش اللي عم بيكون بيبي بينك. واحسن ما في عروضك ان هي في في الاعمار كلها يعني حتى بالزبط. يعني السيده تقدر تلبسها تقدر تلبسه صح تقدر تلبسه بعمر كبير او بعمر صح. صغير صح. الاختيار الاقمشه هل في انواع اقمشه انت متعاملي معها مثلا الاقمشه تكون مناسبه للجاكيتات شنو اسمها طبعا هلا كثير في قمايش يعني انا اول ما بلشت كان في صعوبه انه مثلا الستان الحرير الشيفون هدول الوانهم كثير حلوه وتعريقتهم حلوه وموجوده بالسوق كثير بس هذا ما بيزبط بالجاكيت لانه ما بيكون واقف بيكون كثير هدل ومرخي وانت متخصصه في الجاكيت فلقيتي صعوبه بدك قماشه واقفه وقويه صح. حتى تقدر تروح مع الموديل اللي انت بدك تعمله نعم هذا داخل فيه المخمل انت سالت عن القماش حلو المخمل كثير منيح يعني للجاكيت بس بالشتاء عم بكون فيه بايت كمان البايت برضه ديما بموج ابيض واسود وعم بكون ورا كمان موجود البايت وبالنص عند الخصر عم بكون المخمل عم يرسم رسمه صحيح. الخصر زي ما احنا شايفين عامل هيك شيب بس هذا الموديل ذكرني بالسبعينات رقي وعم يرجع وعم بيرجع موديلات زمان عم ترجع وفيه سحاب كمان صح. فيه سحاب عشان يكون هيك كاجوال اكثر حتى على ايديه في سحابات وهيك صح بتقدر تسكره وبتقدر تفتحه ولا سهرة طبعا هل تكتفي مثلا المرأة انها تمشي للسهرة بهذا الجاكيت وبنطلون خلص هو اصلا يعني الجاكيت بذاته هو اللبسه الاساسيه صح يعني هي لابسه الجاكيت ولابسه مع كل شيء ساده فهو اللي مميز وانا شايفك ما عنديش خبره واجد يعني في الموضوع بس يعني هل تكتفي ان ما تلبسش اكسسوارات يعني واجد على الجاكيت هلا حسب على حسب الجاكيت بالضبط هلا اذا الجاكيت كان فيه اوريدي معجق وفيه اكسسوارز وفيه اشياء بلينج بلينج هيك ملفته يكون شيء خفيف ما يعني يكون شيء خفيف مثلا بايدها ما صح. في داعي يكون هون مثلا اما اذا كان الجاكيت فيه يعني فيه الوان بس ما فيه اكسسوارز بتقدر يضيف الاكسسوار طبعا حسب كل قطعه صح كنا نتكلم على صعوبه الستاه والاقمشه هذه على الجاكيتات اكيد شنو هي الصعوبه مازال ما تكلمناش عليها بكثره يعني هلا الصعوبه بنوع القماش نعم انه القماش لما يكون خفيف قد ما حطيت جواه حشوات وقد ما حاولتي انه تخليه يصير بليزر مستحيل يكون بليزر نعم البليزر بيميزه انه القماش بتيجي واقفه وفت نعم هذاك بكون هدل بيروح وبيعطي على الجسم زي كيف البلوزه زي القميص عرفتي؟ في قمايش معينه طبعا بالصيف بستخدم القمايش اللي هي الفالنتينو الكريب كمان كثير منيح بالشتاء الجوخ المخمل يعني بيختلف كل قماشه طبعا بتكون مختلفه في سؤال اخير مصممه روان من ناحية تصميمك أنت لملابسك الخاصة هل أنت تختاري في شيء يكون مميز على الملابس اللي تبيعين؟ هذا السؤال أوكي أكيد بحب أكون متميزة عن أي حدا بس بنفس الوقت بحب أنه زبايني كمان يكونوا متميزين عن أي حدا كمان برضه كل جاكيتاتي فيها يعني فيها تاتش او بصمه مني بحب انها تكون موجوده بكل جاكيت بس وبرضه بحب البس من جاكيتها يعني انا بحب البس من جاكيتها بس برضه يعني اوعيه بحب انه خلص اكون غير عرفت وتختاري الالوان المناسبه نعم قديش شغلك ياخذ من وقتك في الحياه العامه يعني والله بياخذ كل وقتي كل وقتك يس لانه بتعرف الشغل مع من اول شيء من قماش طبعا مسافر برا عشان اجيبه الديزاين الرسم التطبيق برضه لما تطبقي بده يعني بده يكون ايدك على قلبك انه يطلع كل شيء زي ما انت تخيلتي بنعدل عليه كذا مره بنعمل له بنصوره بنحطه سوشيال ميديا بتستشيري حد معين بتشوفي الناس ايش رايهم حبوه ما حبوه يعني الموضوع كثير فيه مراحل وكثير فيه بده افورت ووقت نعم. هل زوجك يعطيك يعطيك رايه يعني في بعض الاقمشه او الديزاين طبعا احمد يعني اهم شيء بيعطي رايه اكيد في طموح المصممه روان البسومي الطموح القريب انا مش نقول لك البعيد اوكي طموحي طبعا ان شاء الله انه
يوصل اسم جاكيتا لكثير ناس ويعرفوا قد ايه الجاكيت هو عنصر اساسي بلبس اي بنت وقد ايه هو بفخم وبيزيد من قيمه اللبسه. صح. طموحي كمان يعني كثير في بنات بحبوا ياخذوا رايي بالفاشن والاشياء اني اقدر اساعدهم قد ما بقدر، المحجبين كمان اقدر البي لهم الشيء اللي هم ناقصهم بالسوق اللي مش موجود، وان شاء الله يعني انه نصير انترناشونال معرفين. نعم. اكثر. عروضك القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله عروضي القادمه هو الانيفرساري تاع جاكيتا قرب اللي هو البيرث داي. عروضي القادمة إن شاء الله رح أكون في بازارات بعيد الأم. حلو. في كذا بازار كبير هون بالأردن وإن شاء الله يعني في كتير في هدايا الأم يعني إن شاء الله. إن شاء الله وفي أفنس لقدام خليها سيربرايز يعني إن شاء الله. لو توعدينا قريبك تحطي آدم في بالك. وعد. شكرا ليكي المصممة الراقية. شكرا. روان البسومي إن شاء الله حتكوني معنا في حلقات قادمة في إطلالات حلوة أكيد في هذه الأزياء. أكيد إن شاء الله. أهلا. شكرا لك. وصلنا يا عبيل لنهاية صباحنا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله بكرة الساعة 10 على شاشة 218، ونذكروا يا عبير بإيميل برنامجنا اللي هو الصبح@218tv.net. طبعا حلقتنا كانت منوعة، طرقنا لعدة مواضيع متنوعة زي ما قلت، والموضوع الأساسي اللي كان فيها هو موضوع تأثير الحرب على الأطفال. إن شاء الله تكون رسالة الأستاذة نعيمة سكيلح وصلت لكل الجهات المسؤولة حتى ننقذ أطفالنا من هذه الأثار إن شاء الله. وحتكون حلقتنا أيضا متنوعة غدا الصباح، خليكم معنا على شاشة 218 برنامج الصباح.